أعلن المدير العام لشركة سيسكو سلمان فقيه أن الشركة لا تواكب اتجاهات التكنولوجيا العالمية من دمج الذكاء الاصطناعي AI إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي فحسب، بل تضمن سيسكو أن تكون هذه التطورات ذات معنى ومتوافقة مع توقعات السوق السعودية، وذلك من خلال تسخير قوة ويباكس المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة. وأكد سلمان أن سيسكو تهدف إلى إحداث ثورة في كيفية تعاون الشركات والأفراد وكسر الحواجز الجغرافية وتعزيز عالم أكثر اتصالاً، وسيكون دورها محورياً في النهضة التكنولوجية التي تتماشى مع أهداف رؤية 2030 للسعودية. أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري تقديم طلب لمجلس الوزراء العراقي لحجب تطبيق تيك توك في البلاد، مشددة على ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب على حجب هذا التطبيق. وكشفت الياسري أن العراق خرج من قائمة أعلى الدول لزيارة ومشاهدة المواقع الإباحية، وأن العدد انخفض إلى 89 مليون زيارة خلال شهر فبراير شباط مقارنة مع السنة الماضية. دعا مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بمنصات شركة ميتا إلى أنهاء الحظر الشامل الذي تفرضه على كلمة شهيد باللغة العربية والإنجليزية، وذلك بعد أن وجدت مراجعة استمرت لمدة عام أن النهج الذي اتبعه فيسبوك كان خطأً كبيراً وضرره واسع النطاق، وهذا بحسب ما أفر التقرير لوكالة رويترز.